موقع متجر بني يحيى بالجماعة الترابية سوق القلة. اليوم استثنائي، فعلى خبر مقدم القافلة الطبية الصفاقة الساكنة وما إن شاع الخبر حتى لبت هذه السيدة النداء. المهم من الرسالة لك هذا غادي تقضي هذا. جيت نشوف الطبيب، لا عيني ولا راسي حرقني، ولادي يعاود مرتين. لطيفة 30 عاما هي الآن في اختبار لقياس سلامة بصرها. هذه 5 سنين باش قوست الطبيب، وعندي جلاله، ودابا جيت عند الطبيب قوست قال لي حد عندك جلاله سيتعمل عملية. ولأنه واحد من المتضررين بفعل موجات البرد، فكان للطبيب أن شخص الداء واقترح الدواء. اغلب الحالات هي اللي كتوافد علينا هي حالات كتهم امراض حساسيه، نزلت البرد الرب بحكم المنطقه اللي كنتواجدوا فيها، بالاضافه الى الام العظام والمفاصل. نفيد التعليمات الملكيه الساميه بالاعتناء طبيا بالعلم القروي خصوصا المناطق البارده في هذا الفصل هذا. ثانيا تنفيذ واحد البرنامج ديال وزاره الصحه رعايه 2016 2017. وبعد يوم صاخب تعود الوحده الطبيه المتنقله ادراجها لتعود حياه الساكنه الى طبيعتها الهادئه. فبين ثنايا جبال بني يسف بمطشر بني يحيى تتجمع قرابه 5000 نسمة.